بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي سادتي، أسعد الله أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المستمر والمتجدد بإذن الله. كيف الآن انقلبت الأمور رأسا على عقب على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في البحر الأحمر، واختراع جديد هو أصبح يعني يحمي السفن التجارية المتوجهة لإسرائيل أو المملوكة من إسرائيليين في البحر الأحمر. اختراع جديد يعني حقيقة، ومذل ومهين في نفس الوقت، لكن بنجي اليمن الآن. يعني أمريكا اعترفت بأنها انهزمت في اليمن مبكرا، يعني عملوا كم من قصف جوي ولا عمل فائدة على الإطلاق، بالعكس زادت الهجمات على السفن الإسرائيلية أو الرايحة لإسرائيل في البحر الأحمر. يعني شيء يعني ما كل بالعكس، يعني زادوا الطين بلة، والخسارة الاقتصادية الأوروبية والأمريكية ضخمة جدا، لأنه الارتفاع أسعار الشحن بنسبة 300%، ففي أزمة تضخم بيرتفع الآن، مش عارفين إيش يعملوا. لكن في بعض السفن طلعت بحل حقيقة عبقري، راحوا يحطوا يافطات ضخمة جدا عملاقة على السفن. يا عمي احنا ملناش علاقة لا بإسرائيل ولا بملكية إسرائيل ولا مخذين بضائع لإسرائيل أبدا. فهذه مين اللي حكى هذا الكلام؟ اللي حكى هذا الكلام اللي هو السيد محمد الحوثي، يعني عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، طبعا شقيق طبعا عبد الملك الحوثي. فهاي القصة انه هو قال انه في 64 سفينة رفعت هاي اللافتات الضخمة ومرت بسلام. اوكي ما لكش علاقة باسرائيل، اهلا وسهلا مع السلامة، احنا لنا علاقة بالسفن الاسرائيلية او المملوكة الاسرائيلية. هذا اللي حكوه الانصار الله الحوثية، يعني احنا مش نعترض على الملاحة في البحر الاحمر، لا بدنا الملاحة تستمر، لكن احنا بدنا اللي هو هاي دولة الاحتلال الاسرائيلي توقف الحصار على قطاع غزة. وهذا كان مفروض يكون يعني شرط اساسي لكل محور المقاومة، انه احنا اذا انتم ما بتوقفوا القطاع، ما بتوقفوا، اذا انتم ما بتسمحوا بالمساعدات تدخل للقطاع، هذا يعني احنا حنعاقبكم. اذا ما بتوقفوا المجازر والحرب الاباده في القطاع، احنا يعني حنستمر في قصفكم. هذا حقيقه يعني اصبح بتشكل كابوس بالنسبه للاسرائيليين. يا جماعه والله الاشقاء في قطاع غزه، والله اهلنا في قطاع غزه جعانين، والله في حاله جوع، والله ما بعرف كيف مصر بتسكت عن هاي المساله. مصر بدها تتدخل وتحمل الصومال، طب يا أخي ما عندكم في قطاع غزة، جيرانكم احنا، أهلكم انت وانتوا أهلنا. معقولة الناس بيجيبوا علف الحيوانات وبيطحنوه وبيحطوا عليه شوية طحين وبخبزوه عشان يأكلوا؟ معقول أطفال غزة بتوكل اللي هو علف الحيوانات؟ ما بتسحوا، ما بتسحوا، ما بتخجلوا، يعني والله العظيم إشي بيجنن. فهاي المسألة الأساسية.